كاين جدوله ديال القوانين كما تم الاتفاق عليها في اطار الحوار الاجتماعي على انه القانون اللي كينظم الحق ديال الاضراب نحاولوا نوصلوا لواحد الصيغه ان شاء الله توافقيه مع بدايه سنه 2023 مدونات الشغل منتصف سنه 2023 يوليوز ان شاء الله. ملي تيكونوا عندنا هذه الاهداف على مستوى الزمن وكنكون متفقين عليهم وتوقعنا عليهم كيعني انه غادي نتعبؤوا لهم، ولكن كاين اهداف اخرى كذلك باش نعتنيوا بالشغيله وباش نرفعوا من الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص وباش نوحدوا ما بين القطاع الخاص والقطاع العام الصناعي وما بين الفلاحي في غضون ان شاء الله 2028. اذا كاين عدد ديال الالتزامات مترابطه بينها ونتمنى من الله التوفيق. هنا الجديد في المقاربه الحكوميه هو من الحكومه ما خدامهاش بوحدها، الحكومة خدامة مع فرقاء اجتماعيين، الحكومة خدامة مع هاد الفرقاء الاجتماعيين بإخلاص شديد، والحكومة خدامة كذلك على المستوى الترابي. راه واحد العدد المشاكل لا يسع الوقت لطرحها، كنحلوها على المستوى الترابي مع السادة العمال، مع السادة الولاة، مع الفرقاء الاجتماعيين. هذا هو الجديد في الأمر، يعني ما بقاش غير واحد العمل حكومي بوحدو اللي غادي إما عن طريق التشريع أو لا عن طريق المسائل الجبائية اللي هي أساسية واستراتيجية، ولكن كاين تكامل الحمد لله على المستويات الوطني والترابي، والحمد لله نتمنى من الله أن هذا الجو ديال الثقه يستمر رغم الازمات المتتاليه ورغم الصعوبات اللي راه معروفه وراه كاينه في العالم كله. بالنسبه لالتزامات الحكومه في اطار الحوار الاجتماعي كنظن ملي وصلنا ووقعنا على الميثاق وعلى اتفاق الحوار الاجتماعي هذا كيعني هذا في حد ذاته دليل على الثقه اللي كتحظى بها الحكومه عند الفرقاء الاجتماعيين بدون تمييز وبدون استثناء. ثانيا مباشرة بعد التوقيع اجتمعت الحكومة مع السيد رئيس الحكومة واتفقنا على انه جميع الوزراء اللي معنيين بالامر كيوجدوا واحد الارضية التي سوف تعرض على النقابات كما جاء في بيان لرئاسة الحكومة ان شاء الله في غضون شهر يونيو ان شاء الله باش نوجدوا راسنا للدورة المقبلة ديال الحوار الاجتماعي اللي غتكون في شتنبر. كاين كذلك واحد العمل ميداني احنا كنقوموا به الان ديال فض النزاعات واللي كاينة على المستوى الترابي اللي كيدل على انه العلاقه ديالنا وثيقه لا مع اتحاد عام مقاولات المغرب ولا مع النقابات الاكثر تمثيليه ومع النقابات بصفه عامه. بالنسبه للقطاع الغير المهيكل هذا موضوع كبير. لاول مره ربما في الحكومه عندنا وزاره غادي تعمل مع وزارات اخرى لان من اجل مباشره العمل في هذا المجال هذا احنا بصدد العمل فيه، وبطبيعه الحال هنا خصنا نفرقوا ما بين القطاع غير المهيكل يعني اللي خصو واحد الدعم وخصو واحد المقروئيه ليزيبيليتي ديال السياسات العموميه لا في المجال الجبائي ولا في مجالات اخرى باش يقدر يوثق في العلاقه ديالو مع الحكومه ومع السلطات ويقدر يمشي ويصرح ويخرج للوجود. وما نساوش راه تيخدم بزاف ديال النساء وتيخدم بزاف ديال الناس في واحد الوضعيه ديال الهشاشه، وهنا الحكومه راه عازمه كل العزم انها تطور برامج في هذا المجال وحنا خدامين فيه في تكامل مع السياسه الاستثماريه بصفه عامه ومع خلق المقاولات بصفه خاصه ولا سيما المقاولات الصغيره جدا. تعاوننا باش نلقاوش الاشكاليات واقعين في وسط المقاولات، ملي واحد رب العمل كيتفق مع واحد النقابات مبنيه على عمل بيدي. Oui.